غدا مجلس النواب هيستأنف جلساته بعد توقف 15 يوم انتهى خلالها من إعداد اللائحة الداخلية للمجلس. بكرة الجلسات هتبدأ، الجلسات العامة اللي هيتم التصويت فيها على القرارات والقوانين اللي بتحتاج إلى تصويت النواب. معنا على تليفون النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. أهلا بحضرتك معنا في مساء القاهرة، وبداية ما هي أجندة مجلس النواب التي ستبدأ من الغد؟ أهلا بك يا فندم، وكل التحية لحضراتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد بكرة إن شاء الله مجلس النواب هيستأنف جلسات محطة كونتي في بعض الحاجات الملحة على مجلس النواب. تعتبر أول نقطة، أول حاجة لابد أن يلتفت إليها المجلس وهي اللائحة، اللي المفروض أن اللجنة انتهت من إعداد المقترحات الكاملة باللائحة عن طريق لجنة مكونة فيما يزيد عن 20 نائبا أو 25 نائبا بالضبط، يمثلون الأحزاب والتكتلات المستقلة داخل البرلمان ومجموعة من الخبراء. وهذا المقترح سوف يتم عرضه بعد ذلك على مجلس النواب بدءا من الغد إن شاء الله لمناقشته والانتهاء منه وإقراره، يصبح لدينا لائحة جديدة بالكامل لمجلس النواب بإذن الله رب العالمين. ثم بعد ذلك هناك أيضا الحاجات المعتادة، يعني أول حاجة هتصوتوا عليها بكرة اللائحة؟ لا، ده بعد الحاجات المعتادة اللي هي بتبقى على أجندة الاجتماعات زي الرسائل الموجهة إلى البرلمان. ففي يمكن بكرة برضو على اللائحة طلبات بوافع الحصانة الموجهة من قضايا. أيوة، أنا عايز أسأل حضرتك على السؤال ده والنقطة دي، بس عايز أتوقف عندها. وعندكم كم طلب لرفع الحصانة؟ هو المدرجين على قائمة اجتماع الغد ثلاثة نواب، يعني المطالب بوافع الحصانة. أسميهم إيه؟ تقريبا النائب حسين عيسى، النائب عبد الرحيم علي، النائب محمد بدر. الاسباب ايه؟ لا، الاسباب دي لم تعرف، سيتم درجها غدا في معرفتها غدا في الاجتماع يعني. بكره هي قضايا، يعني بكره هيتم التصويت في الجلسه العامه بتاعت مجلس النواب بتاعت غدا على ثلاثه نواب هناك يعني مطالب لرفع الحصانه عنهم. بس هي برضو عشان يعني يكون الموضوع واضح، ان طلب رفع الحصانه ده بيبقى ناتج عن قضيه رافعها احد المواطنين على من النائب الذي يتمتع بالحصانه البرلمانيه بالتاكيد. فبيوجه المحكمه خطاب لمكتب المجلس، وامين عام المجلس يقوم بعرض الخطاب بالكامل على الساده النواب للتصويت عليه لاقراره او لرفضه يعني. طيب، هل هيتم مناقشة قوانين في الجلسات العامة من بكرة، ولا بس هيتم التصويت على بعض القرارات؟ لا يا فندم، بكره هيكون تقريبا حسب ما اوجد في جدول الاجتماع او جدول الجلسه العامه بكره للبرلمان هي الاعتذارات والرسائل، ثم بعد ذلك تنتقل في الجلسه التاليه لمناقشه مواد اللائحه على طول، يعني مفيش قوانين مدرجه يعني. طيب، يعني من المتوقع ان يتم التصويت بكره على كم قانون؟ على كام مادة في اللائحة وعلى كام قانون؟ لا، هل في قوانين مهمة هيتم التصويت عليها بكرة؟ لا 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 لا، هي سيتم المناقشة في اللائحة زي ما قلت بعد الجدول المعتاد للجلسة يعني، لكن قوانين يعني ما اظنش ان هيكون في اي طرح للقوانين الا بعد ما انتهى تماما من مناقشة اللائحة. اهم نقاط الجدل اللي ممكن بكرة من وجهة نظرك شايفها هتثار بشأن اللائحة؟ هي في نقط طبعا في اللائحة بيبقى مختلف عليها، اهم هذه النقط مثلا اتساع هيئة مكتب المجلس. في بعض الناس بيروا ان مكتب المجلس يظل كما هو، ومكتب المجلس المقصود بما يضم رئيس المجلس والوكيلين. في بعض الناس عايزين يعملوا نوع من انواع الاتساع، وبعض النواب عايزين يعملوا نوع من انواع الاتساع لمكتب المجلس ليضم بعض من يمثل الاحزاب، بعض من يمثل المستقلين. في بعض الناس عايزه تحافظ، بعض النواب عايزين يحافظوا على مكتب المجلس كما هو، وهو تكوينه من رئيس المجلس ووكيلين. دي نقطه. في نقطه ثانيه وهي عدد اللجان. احنا بنتحدث ان في اللائحه القديمه كان عدد اللجان 19 لجنه، دلوقتي زادوا اصبحوا 26 لجنه، وبالتالي يحمل ايضا اكثر من راي لزياده اللجان اكثر من ذلك، وراي اخر يطالب بتقليل اللجان اقل من ذلك حسب الحاجه. لكن احنا مثلا كحزب مستقبل وطن ان العدد 26 وهي ما وصل لمقترح اللجنه وعدد مناسب. هناك ايضا ماده ثالثه او نقطه ثالثه وهي نقطه تكوين الائتلافات، ان اللائحه وضعت مقترح ان الائتلاف يتكون من 20% من اعضاء البرلمان بحد ادنى. في بعض النواب وان هذه ماده تعجيزيه، ان ما فيش حد يقدر يكون ائتلاف بسهوله داخل البرلمان، وبعض النواب يرى ان هذه الماده ضروريه لان كلمه ائتلاف تعني اتحاد مجموعه من القوى، بالتالي لابد ان يكون العدد المتكون في الائتلاف عددا يليق بما يسمى ائتلاف يعني. البعض كان بيرى انه يعني وجود كلمه ائتلاف في اللائحه الجديده ده مجامله لائتلاف دعم مصر.
لا هذا ليس حقيقة، لأن كلمة ائتلاف ذكرت بنص الدستور يعني، تمام، فلا بد أن تضاف للائحة. هي ما يختلف عليه هو كيفية وآلية تكوين شكل الائتلاف داخل اللائحة، لكن وجود كلمة الائتلاف في اللائحة هذا واجب دستوري وواجب قانوني، لأن كلمة الائتلاف وردت في الدستور، فبالتالي لا بد أن تدرج ضمن اللائحة يعني. طيب هناك أيضا يعني نقطة جدلية خاصة بالأحزاب حول تحديد الهيئة البرلمانية للأحزاب خمسة، يعني خمس أفراد، وده بيستهدف 11 حزب. هي طبعا عشان نكون برضو منصفين، أن اللائحة لا توضع لدولة معينة أو لا توضع لحالة معينة نستطيع أن نصنف عليها اللائحة. إحنا هنا بنتحدث عندما نقول هيئة برلمانية فلا بد أن يكون هناك تواجد حقيقي للحزب، وهذا ما تفرض كلمة هيئة برلمانية داخل البرلمان. في عدد غير قليل من الأحزاب من هو ممثل بما أكثر من 10 مقاعد، تقريبا 6 أحزاب، ثم عدد ما فوق الخمسة وتقريبا ب 11 حزب زي ما حضرتك تقولي. فإذا نحن نتحدث عن هناك أن أحزاب لا هيئة برلمانية. كلمة هيئة برلمانية زي ما قلت تفرض أن يكون للحزب تواجد حقيقي، أو كلمة تواجد حقيقي اللي لا تتحقق من نائب أو من نائبين داخل البرلمان، دي من وجهة نظرنا يعني. لكن هي الفكرة أن هذا الرجل أو الحزب الذي لا يمثله إلا مقعد أو مقعدين فهم بالتأكيد يمثلون الحزب، لكن مواصفات الهيئة البرلمانية بما تتكفلها الهيئة البرلمانية من حقية أن يكون لممثل الهيئة البرلمانية مستثنى من الدور في الكلمة، أن يكون للهيئة البرلمانية تمثيل داخل محافل مجلس الشعب او محافل مجلس النواب من بس المؤتمرات والاستقبالات. بس حضرتك كده هتتعاملوا معاه على انه مستقل، انه مش داخل حزب. لا هو متواجد، احنا هنا نتحدث عن حقوق الهيئه البرلمانيه ولا نتحدث عن انتماء الحزب، لكن هذه الماده ما زالت مطروحه من النقاش، لان في بعض الناس بيروا ان حتى لو نائب واحد لابد ان يمثل هيئته البرلمانيه، دي لسه مطروحه بالنقاش بقوه داخل الغرف البرلمانيه. يعني انا بعرض وجهتين النظر لان كلاهما لهما الاحترام وكلاهما سيتم يعني. هل ممكن نشوف تصويت مخالف لهذا النص او ضد هذا النص في الجلسه العامه؟ طبعا سيحدث يعني، سيحدث في بعض المواد ان يكون هناك رؤيه عامه تختلف عن رؤيه اللجنه التي اقرت اللائحه في بعض المواد يعني. طيب يعني هذه الاليه موجوده وقد وجدت من قبل يعني. هناك ايضا ازمه، نعم، هناك ايضا ازمه بسبب تشكيل اللجان واستحداث لجان جديده وعدم يعني الموافقه على بعض اللجان، زي مثلا لجنه خاصه بشؤون سيناء. هو اولا كلمه اللجان هي اولا لو تحدثنا من المبدا العام من حيث زياده اللجان، احنا شايفين ان هذا شكل ضروري، لان انا عندي غرفه مثلا على سبيل المثال، هذه الغرفة مجهزة ل 25 فرد، فأنا بحط فيها خمسة أو بضع فيها 20 مقعد أو 25 مقعد على عدد الأفراد يعني. أنا دلوقتي المجلس عندي زاد، عدد الأعضاء زادوا، فبالتالي عندي كفاءات، عندي اختصاصات مختلفة، عندي تخصصات ممكن أستفيد بها في جميع المجالات، فبالتالي زيادة اللجان واجب، لأن أنا كل ما أزيد اللجان فأستفيد بعدد أكبر من التخصصات للسادة النواب الموجودين داخل البرلمان. فزيادة اللجان دي واجب، تختلف بعد ذلك في مسميات اللجان، في بعض الناس ترى أن هذه اللجنة تزيد لتضع اهتماما بسيناء خاص زي ما حضرتك قلت، في بعض الناس تقول لا أن يكون هناك لجنة للصعيد لتنمية الصعيد، فاختلاف مسميات اللجان ده وارد وده سيحدث في النقاش، لكن زيادة عدد اللجان هذا اتفاق عام ما بين النواب أن يكون هناك زيادة لعدد اللجان داخل البرلمان. وتقريبا العدد الذي وصلت إليه لجنة اللائحة اللي هو العدد 26 لجنة تقريبا هو عدد مرضي للجان، سيكون هناك بعض الاختلاف كما قلت حول مسميات اللجان لكن ليس على عدد اللجان. بالتأكيد في لجان ستوصف اسما ولكن سيتم استبدالها بلجان ثانية، لكن في لجان تم استحداثها لجان ضرورية جدا زي لجنة مكافحة الفساد، على لجنة الشكاوى مكافحة الفساد، وهذه لجنة مهمة جدا لأن أنا بدل ما أنا كمجلس أبدأ أشكل لجنة تقصي حقائق في كل واقعة فساد، يصبح عندي لجنة تختص بدورها وتقوم بدورها وهي لجنة تبقى كافحة. يعني اللجنة دائما موجودة يعني. طيب يعني هل استعد البرلمان لاستقبال الرئيس وكلمة الرئيس من داخل البرلمان؟ استعد البرلمان، طبعا البرلمان مستعد في اي وقت انه يستقبل السيد رئيس الجمهوريه، لكن على ما اظن ده سيكون بعد اقرار اللائحه ان شاء الله باذن الله يعني. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده النائب اشرف رشاد رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل وطن.